هذه السحابة سبحان الله لا إله إلا الله، حصلتها في المزارع في بدع فارس، يعني ما بيني وبينها إلا 5 أمتار، الحين ترد على السيارة. هذه قدر إلهية سبحان الله، نزلت الأرض الحين، فأنا مستعجب صراحة. ممكن حد يصدق أو ما حد يصدق إنها سحابة، الحين طاحت في الأرض ونشبت في الشبك. إلى كيف هذا؟ تقسمت إلى أجزاء، الحين جزء طاح منها ودخل داخل المزارع، سحابة غريبة فاشتلت. فأنا اليوم صراحة مستغرب المنطقة هذه، أشياء غرائب فيها أشوفها، الحين طلعت فوق، هل تصدق يا أخي؟ هلا الله، مفطط شكل الإنسان. روح وقف هنا الحين، ابغى اصور هذا. الحين ما انزل بتصور انا في الجهة. شوف تعال جو التلفون هذا، شوف جود هذا شو. جود جود ايوه شوف انا هذا ايوه شكرا يا رفيق، شكرا. عجائب الدنيا، ما تاك في السماء، يا ريت انها تتواضح.